Clairement après la 21e et la 20e partie, 48 points ASMB, 48 points Stade Marocain. Thank you.
السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد قبل المباراة اللي كتجمع منتخب مراكش اسفي كونتر دوبلت المنقري. النتيجة فهي 1-0 لصالح دوبلت المنقري. عطاكم تشكيلة ديال كل دوبليت بالنسبة لصفة مراكش اسفي، كاين بدر ويوسف ودوبليت منقاري ممثلة عصبة الشرق، كل من المنقاري ورشيد الحبشي. النتيجة 1-0 في هذه المباراة، مباراة رقم 20 من ماراثون الدار البيضاء المنظم هنا بملاعب مركب الأمل من طرف النادي الملكي للكرة الحديدية. إذا النتيجة فهي 1-0 لصالح الدوبليت منقاري ورشيد الحبشي. نحاول نعطيكم الكلاسمون ديال لحد الآن لهذا الماراثون. بالنسبة للمرتبة الأولى كيحتلها نادي ليسان بي ب 48 نقطة، نادي سطار المغربي في الصف الثاني ب 46 نقطة، نادي كازا لونكا 45 نقطة، المنقاري في الرتبة الخامسة ب 36 نقطة، رحوا من أيت إسحاق ب 34 نقطة، بن عسرو في الرتبة السادسة ب 30 نقطة، وبوزكراوي في الرتبة السابعة ب 28 نقطة. أعيد الترتيب بالنسبة للمرتبة الأولى، كيحتلها نادي ليسان بي ب 48 نقطة، في الصف الثاني نادي سطاد المغربي ب 46 نقطة، نادي كازا ب 45 نقطة في المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة عبد الصمد المنقاري ب 36 نقطة، في المرتبة السادسة رحوا من أيت إسحاق ب 34 نقطة، المرتبة السادسة بن عسرو 33 نقطة، والبوزكراوي في المرتبة السابعة ب 30 نقطة. والآن كنلعبوا المباراة رقم 20 من ماراثون دار البيضاء المنظم هنا بملاعب مركب الأمل بمدينة دار البيضاء. النتيجة فهي 1-0 لصالح دوبليت رشيد الحبشي وعبد الصمد منقاري كونتر دوبليت بدر ويوسف من منتخب عصبة مراكش اسفي.
جوج نقاط لصالح دوبلات منقاري والحبشي. النتيجه كتصبح 3-0 عند منقاري ورشيد الحبشي من عصبة الشرق. هذه المباراة 25 من ماراثون الدار البيضاء. بالنسبة للتنقيط هنا ديال الماراثون فهو مثل التنقيط ديال كرة القدم، يعني اللي رابحه تدي 3 بوان، اللي خسرت 0 بوان، واللي في حالة التعادل 1 بوان. النتيجة لحد الآن مسجلة فهي 3-0 لصالح دوبليت عبد الصمد منقاري ورشيد الحبشي كونتر دوبليت بدر ويوسف من عصبة مراكش أسفي. المباراة رقم 20 من ماراثون الدار البيضاء المنظم هنا بملاعب الأمل. بالنسبة للترتيب العام لحد الآن الترتيب المؤقت، نادي ستار المغربي في المرتبة الأولى، نادي لايصينبي في المرتبة الأولى متبوع بنادي ستار المغربي ونادي كازا في المرتبة الثالثة. مرتبة الرابعة عبد الصمد المنقاري. مرتبة الخامسة رحو من أيت إسحاق. أعيد مرة أخرى الكلاسمون، بالنسبة للمرتبة الأولى نادي لايصينبي ب 48 نقطة، نادي ستار المغربي 46 نقطة، نادي كازا 45 نقطة، تريبليت المنقاري 36 نقطة، تريبليت رحو من أيت إسحاق 34 نقطة، بن عصرو 33 نقطة، وعبد الله بوزكراوي 30 نقطة. مباراة بعد مباراة كيطرأ تغيير، يعني الفائز كيدي 3 نقاط، المنهزم 0 نقطة، في حالة التعادل نقطة واحدة لكل ثلاثية أو لكل ثنائية. ضربة موفقة ديال عبد الصمد منقاري تخرج كرة. أعيد النتيجة فهي 3-0. النتيجة فهي 5-0 لصالح دوبليت عبد الصمد منقاري ورشيد حبشي.
التذكير فنتيجة للدوبلة المنقاري ودوبلة عصبة مراكش أسفي فهي 5-0 لصالح دوبلة المنقاري ورشيد الحبشي. قد المباراة رقم 20 من ماراثون الدار البيضاء. عاود نعطيكم تشكيلة ديال كل ثنائية بالنسبة لعصبة الشرق ممثلة بعبد الصمد منقاري ورشيد الحبشي، ومنتخب عصبة فاس مراكش ممثلة ببدر ويوسف. النتيجة فهي 5-0 لصالح دوبلة منقاري ورشيد حبشي في المباراة رقم 20 من ماراثون الدار البيضاء. نعودوا الكلاسمون بالنسبة للناس اللي عاد دخلوا معنا. بالنسبة للمرتبة الأولى كيحتل لها نادي لايسانبي ب 48 نقطة، المرتبة الثانية نادي ستاد المغربي ب 46 نقطة، المرتبة الثالثة نادي كازا ب 45 نقطة. المرتبة الرابعة منقاري 36 نقطة. المرتبة الخامسة رحو من ايتي اسحاق 34 نقطة. من عصرو في المرتبة السادسة 33 نقطة. المرتبة السابعة عضلة بوزكراوي 30 نقطة. هذا هو الترتيب المؤقت إلى غاية المباراة رقم 20. البوشون كيتحول، هذه محاولة ديال يوسف كيربح بها البوان. هانضو ديال عبد الصمد من القاري اللي غادي يضرب كرة. Je
نجي الأول نقطة لصالح منتخب مراكش أسفي. إذن أول نقطة التي جاء فيها 5-1 جفاية 5-1 5 المنقاري، واحد منتخب عصبة مراكش أسفي. ضربة موفقة لصمد المنقري يحرر الكرة بوحدها. سانتوس سمير بالنسبة لأيس إسحاق هو تريبليت ديال رحو، عندهم 34 نقطة يعني في المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة عندهم 34 نقطة. دوبلت منتخب عصبة مراكش أسفي، مبقاش عندهم حتى كرة، بقى البوان عند دوبلت المنقري، جوج كرات عند الحبشي، الآن محاولة ديال إضافة النقط، النتيجة 5-1. النتيجة تتغير 8-1، 8 منقاري، 1 عصبة مراكش أسفي. هذه المباراة رقم 20 من ماراثون الدار البيضاء.
ولدي عبد الصمد من قليل غادي يضرب على البوان. عبد الصمد من قليل برافو ضربة موفقة. محاولة من بدر باش يضرب البوشوني اني لبامين ولكن ما 19 اخر كور عند يوسف. عندهم جوج في الارض دوبلات المنقاري والحبش عندهم جوج في الارض. يعني لاقا عندهم في يديهم يعني ثلاثة في الارض نتيجة 8-1. تنتهي المباراة بروح رياضية من بين دوبلات عبد الصمد المنقاري ورشيد الحبشي كونتر دوبلات منتخب عصبة مراكش أسفي. المباراة إذا فوز دوبلات ممثلة عصبة الشرق على ممثلة عصبة مراكش أسفي. شكرا لكم على المتابعة. تابعوا معنا بعد قليل نشوف لكم مباراة أخرى أو نشوف تتمة ديال هذه المباراة ديال بين كدور ما بين منعصرو ودوبلات منتخب عصبة الوسط. إذا النتيجة المسجلة فهي 9-4 وتنتهي المباراة بفوز منتخب عصبة الوسط على منتخب أطلس سيس. يعني دوبلت من عصرو والشليح جبل. نشوفوا لكم ما تبقى ممكن شي مباراة أخرى. نحاولوا نديروا تغطية إعلامية دايوس صغير ديجا نقنن المباراة. تنظن المباراة تتنتهي. إذا نشوفوا ما تبقى. إذا نجمع المباراة على وشك الانتهاء. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. تحياتي لكم من مدينة الدار البيضاء.